يا مساء الخير وأهلا بيكم في عالم العالمين. كل يوم مهرجان العالمين في الحقيقة بيبهرنا بأحداثه المتنوعة واللي بتناسب كل الأذواق، لأن مهرجان العالمين مش بس حدث ترفيهي، لكن هو كمان بيجمع ما بين الترفيه والفن والرياضة والثقافة، كل ده على بقعة واحدة وهي الأجمل والأروع في البحر المتوسط، مدينة العالمين الجديدة. اللي متابع معانا أحداث مهرجان العالمين من أول يوم هيلاقي مشاركة قوية جدا لوزارة الثقافة، واللي أظهرت من الأسبوع الأول يعني قوة في مهرجان العالمين من الفعاليات اللي بتقدمها. امبارح انطلقت فعاليات الأسبوع الثاني من مشاركة وزارة الثقافة بمهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية، بمشاركة متنوعة لعدد من فرق الفنون الشعبية لمحافظات مصر الثرية بألوان الفولكلور، وكمان عروض الموسيقى العربية، وده ضمن الفعاليات المقدمة طبعا بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. كمان الممشى السياحي النهاردة شهد عروض فنية لفرقة أسيوط وفرقة الأنفوشي للفنون الشعبية، والممشى كمان بيستقبل بكرة الساعة 9 عروض لفرقة الشرقية وفرقة الحرية للفنون الشعبية. الفعاليات هتختتم في الأسبوع ده يوم الأربعاء 24 يوليو بعرض فني لفرقة الأنفوشي للموسيقى العربية، واللي هتقام أو الفعالية دي هتقام بالمسرح الروماني في الساعة 8 مساء. كمان الممشى هيستقبل الساعة 9 من نفس اليوم عروض لفرقة الشرقية وفرقة الأنفوشي للفنون الشعبية. كمان السيرك القومي بيقدم عروض حلوة قوي ومتنوعة في الممشى السياحي من يوم الحد لليوم أو ليوم الأربعاء الساعة 9 بالظبط. وكمان وزارة الثقافة هتختتم فعاليات الأسبوع الثاني بحفل هو يعني في الحقيقة ضخم جدا على المسرح الروماني بالمنطقة التراثية بمدينة العالمين. هو في الحقيقة هنشهد مرة تانية عودة فرقة المصريين بقيادة المايسترو الكبير هاني شنودة، وهو الحفل اللي هيشهد عدد من المفاجآت، وده هيبقى يوم السبت 27 يوليو. كمان الصفحة الرسمية لمهرجان العالمين نشرت النهاردة البوسترات التشويقية ومواعيد عرض المسرحيات المقرر عرضها خلال الموسم الحالي من المهرجان، وهي أول حاجة طبعا مسرحية الشهرة، ومن المقرر عرض مسرحية الشهرة بداية من يوم الخميس 1 أغسطس ولغاية يوم 3 أغسطس، والمسرحية بتنتمي للنوعية الغنائية الرومانسية والكوميدية بمشاركة مجموعة من النجوم الشباب، وهتتناول القصة يعني هم مجموعة من الشباب الموهوبين ورحلة صعودهم لعالم النجومية، واللي بيحصل بقى خلال الرحلة دي من صراعات ومواجهة وتحديات حتى يتم تحقيق الأحلام في نهاية المطاف. كمان مسرحية السندباد، واللي هي من المقرر عرض مسرحية السندباد بداية من يوم الجمعة 8 أغسطس ولغاية يوم 10 أغسطس. مسرحية السندباد بطولة النجم كريم عبد العزيز، النجمة نيلي كريم، دينا محسن اللي هي ويزو طبعا، بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، وإنتاج آلاء الغزالي وإخراج أحمد الجندي. مسرحية التلفزيون ومن المقرر عرضها بداية من يوم الخميس 15 أغسطس لغاية 17 أغسطس، وهي بطولة النجم طبعا حسن الرداد والنجمة الكوميدية أمي سمير غانم، النجم سليمان عيد، أس أس، محمود حافظ، وكتير من النجوم. الحقيقة فعاليات كتيرة جدا ومتنوعة هتكون في مهرجان العالمين، هنحاول نستعرضها لحضراتكم من خلال برنامجنا، فخليكم متابعينا لحظة بلحظة، لأن كل الفعاليات دي هتبقى معانا هنا في عالم العالمين، فاوعوا تروحوا في أي حتة.